بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ولا ريال ولا لوين موضوع ما أنت إنو كهل لأنه وحا أكو سابسيني هي أذي عيد النبي صلى الله عليه وسلم يجعل كالدون يو إنينو أهينو وحو إلهي كدق إلا بدأ كالمدود مرق فركة أساس كالدين تأيا من لذا إسلامك وأنا مرقاتي فركة إنو سنجرين إله حق لقوع عبد أن أهين الله سبحانه إيا إن محمد صلى الله عليه وسلم يهي رسولك إلهي تانا وحا ويا إناد إلهي كعبد وحا أو كجدي عربك النبي جيسى محمد صلى الله عليه وسلم مرفركة إن محمد صلى الله عليه وسلم يهي رسولك إلهي وإناد سدا أو دبه الرميسو أديقو يقينسن إن محمد يهي أدون إلهي أو أصو ديري آدمي أودن سيؤ أو بشاري جنة كي قات إيمانك oo la yimaada samaatooyin oo ka diga naar uga digan kii la yimaada shirki iyo xumaatooyin wa inaad si dhan oo dhab ah u rumaysaa adigoo yaqiinsan in Muhammad sallallahu alayhi wasallam yahay adoon ilaahay oo u soo diray aadmiga oo dhan si uu ugu bishaareeyo janno kii qaata iimaanka oo la yimaada samaatooyin oo uga diga naar kii la yimaada shirki iyo xumaatooyin wuxuu yiri Allah kuraahay أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل كو رميو رمي الله إيا رسول كيسة إيا كتابك أسودجي رسول كيسة إيا كتابك هر أسودجي كيسة كو قالوب الله ملائك تيسة كتب تيسة رسول شيسة إيا مالنت آخر وحولبتي لمي لمت فقاتي وحو الله لصو ديري نبي محمد صلى الله عليه وسلم فرين إيا الرسالة كسعو تؤونان كؤودن عرب إيا عجنبا إنسي إيا جن وحو يرأى لوين جل وعلا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا لهددو أنيقو وحان أهي رسولك إلهي لصو ديري إذن كؤودن الله سو إسكاله ملكيغا إيا مامولكا سموينكا إيا أرلضا مجرى أحد حق له إلا عابده إساقا معه وإساقا كان بحيان رشا أو سبب قيردة إرمي الله إيا رسول كيسة محمد صلى الله عليه وسلم نبيغ أميغا إرمي سن الله إيا كلمة ديهيسة أو راع سيئات أهانون تان وحو كلو يري الله كرهي وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وكما أنا صدر محمد صلى الله عليه وسلم وحان أهين ذاتك أودن وعاد النقطة بشارية يدقى وحوك لو يري سبحانه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين النذيرا وحا بركو إيا خير بضن كان الله كسو دجي كلا صارها حق إيا باطلك وقرانك أدون كيس محمد صلى الله عليه وسلم سئو هذا عالم كدقة وحونا نبي محمد صلى الله عليه وسلم أدورتي سبحانه إنو أهذا قنانت كأنبي ديسة خاتم النبيين مرك مجر النبي كدن بيه إيا الشريعة كدن بيسة شريعة ديسة وحوير الله سبحانه ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ما أها محمد صلى الله عليه وسلم أبها أحدنا كم إذا رقينا لكن سوى رسول إلهي صادري يكي أدن بيي النبي ذا مركا قفكي رمية وحق أولي من إساقو موحد ككلي يا إلهي عبادة إبريا إلهي أو قرى أقور عوح إلهي أو قرى أن أقور عن جن إيا أنبياء إيا أولياء إيا قبري إيا وحلم ذا أو ندر إيا شرط لقى لإلهي أو قرى aan idna id kale wax u nadrin ee u salaada u sooma u sujuuda u rakuuca ka cabsada rajeeya tala saarta ilaahay ee qura ee aaminsan waa qof soo galay diinta islaamka waana in la dhowraa maalkiisa iyo dhiiggiisa iyo sharaftiisa wuxuuna ku gali jannada naxariista kan ugu naxariista badan wuxuu yiri nabigu sallallahu alayhi wasallam wallahi laa yasmacu bi أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار
وحو النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله ما جرى أحد إما قله أو كمده أمدا يهود أما كريستان كو أهادبا أو أن رومين وحليل صدري أن قلي دونين نارتا والعياذ بالله ولا ليال وحا كمده وحا إن فريسو مرك فركة إن محمد هي رسولك إلهي إن إنو كو أذيعنه وحي أن أمري أو كفقانه وحي أن قريبي وايو أذي عد نبي محمد صلى الله عليه وسلم وأذي عد إلهي وحو ليه الله كرأهاي قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين له أذيع الله أو أذيع الرسولك حديث أجيستان وحا نبي محمد صلى الله عليه وسلم صارا أو كل يحلك لصاري وإنو قارسية فرتين تا الله ذاتك إذن كان وحا لإذن صاري أذي عدة لإذن صاري معناها إناد أقبشان دينتا إيو وحيالها أيضا أمرتو أو وينيسان أو دغن قليسان وهدي أذي عدان رسولك وهذا هنونيسان وما صارنا الرسولك وحان أهين قارسين عد وحوك لو ليه جل جلاله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب وحاء رسولك محمد صلى الله عليه وسلم ذاتك السيئة ما أمره وإني قاتل ووحاء كريبه وإني كجوغان ودور حلك إي واجبك وإذن ساري الله حقيق الله وكدرين يهي عقابته وحنا الله نوغدقي إني نخلافنا أمرك رسولك صلى الله عليه وسلم وحو يري الله كرأهاي فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم إيه كدكتون هذا كو خلاف أمرك سأمرك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم إني كد عضو فدمة امتحان مصيبة مصيبة إني قالوا بان أما شرك فلان أما بدعوين كو آخر السيقين أما مصيبة ذاك السيدة دول قريرو أما دقال سكاية إسدل أما خائمين توغو إيا ديكتاتورو كأت كادة أو حكم كودة كعان تلو قليو أو لغو صليد إيا وحلم إذا أما عذاب حنون بضن وحو الإمام أحمد الله أنحرستيري فدنة وشركة وإنتا صو هدي وقفي كهر يمادو قار كم إذا قول كالنبي صلى الله عليه وسلم إنو كدعاء قلبي جيسا وحكم إذا هبوغا أو سيداس قفكو كوها لأكسمو وحانا كم إذا إيمان كجعلانتا نبي محمد صلى الله عليه وسلم وايو جعلانتيسا وآساس كإيمانك هدي أيضا تهينا محبضا وحا كو كامل نقض إيمانك قفك مسلم كاهينا وإنو جعلانا نبي محمد صلى الله عليه وسلم محبد كبدا محبدا ريركا إيا إلمها إيا والدك إيا ذاتك أولمي وحو النبي صلى الله عليه وسلم كويري عمر رضي الله عنه مركي إلى رسول الله وحا تهي كان ذاتك أجعلها نفتي ذا ماهي نبي صلى الله عليه وسلم وحيري عمر ما أها إيمانك ومدا شير آن أنيقا إيقسي جعش هاي نفتاذا عمر رضي الله عنه وحيري رسول الله وحاد واللي هدت هاي مد أن كجعلها حتى نفس الديدة وحو رسولك إلهي يري هاتن عمرو معناها هد أياتها مؤمن لن وحونا ليه النبي صلى الله عليه وسلم ما أهانا يمتكين مؤمن لن جار وإغجع لاذا رير كيسا إيا مال كيسا إيا تذكو دمي محبذني لشي غيرا ما أها هذا الأفكار اللي غير هذا لكن وإني أها تحقيقا لتابنكرو ما أها قف كستا أو شيكتا محبذ النبي محمد صلى الله عليه وسلم ماذا يرونك تهي وقاذا وحا جرى امتحان إيا جربات عبدين وأه محبذ النبي صلى الله عليه وسلم قف كدبو جعل نبي محمد صلى الله عليه وسلم وكان برتا دينتا أو قاتا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو كجوغا وحيالها وريبي أو كأدب لكتا إدبتي سوكالي أو كدبعي لكتا دبعي سوكالي أو يقين سن إنو سن نبي صلى الله عليه وسلم كوحد لن وحان أهين رن يحق وحا كمد الرومين تيسا إنو رومينو وحا أشياغي لحرير وحي هري أدعي
iyo waxa dhici doona waayo nabigu sallallahu alayhi wasallam kuma hadla hawadiisa ee waa waxyi loo waxyoodo wuxuu yiri allah kor ahaaye wama yantiqu can ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa oo hawadiisa kuma hadlo oo wax kale ma ahe waa waxyi lagu soo dejiyey waxaana ka mid ah jeclaantiisa sala allahu calayhi wasalam inuu qofka muslimka ahi u gargaaro sunnadiisa oo ku dhaqmo oo difaaca diintiisa wuxuu yidhi allah kor ahaaye faladiina aamanuu bihi wacasaruuhu wanasaruuhu waatabacuu nuura aladii unzila macahu ulaa'ika hum almuflixuun ee kuwa rumeeya nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam ee sharfa ee u gargaara ee raaca nuurka qur-aanka lala soo diray waa kuwaas kuwa liibaanay walaalayaal waxaa ka mid a jeclaanta nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam dhaqangelinta amaradiisa iyo ka dheeraanta iyo ka fogaanta waxyaalaha uu reebay waxayna ahaayeen saxaabadii nebiga sala allahu calayhi wasalam kuwa dadka ugu badan ee dhaqangeliya amaradiisa oo ka dheeraan iyo fogaan badan waxyaalaha uu reebay oo ugu dhaqso badan oofinta oo ugu degdeg badan ka fogaanshaha waxa uu ka reebo wuxuu ilaahay ku soo dejiyey nebigiisa bedelidda qiblada laga bedelay baytulmaqdis ee loo bedelay xagga kacbada sharafta leh iyagoo ahlu quba ay u tukanayaan xagga baytulmaqdis aan weli soo gaarin warka bedelidda qiblada markaasaa waxa u yimid nin oo ku yidhi reer qubow waxaa lagu soo dejiyey rasuulkii ilaahay qur-aan waxaana la amray inuu u jeestay xagga kacbada wuxuu yidhi wariyihii xadiiska bal eega halkan markaasay u wada jeesteen kacbada iyagoo rakuucsan dhaqangelin darteed amarka nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam oo waxaa ka mid ah wax laga soo wariyey anas bin malik allaha ka raali noqde wuxuu yidhi waxaan joogay guriga abuu talxa radi allahu canhu anigoo ka waraabinaya khamro isaga iyo rag kale oo marti u ahaa markaasaa waxaa noo yimid nin oo nagu yidhi miyaanu idin soo gaarin warka in la xaaraantinimeeyey khamrada wuxuu ilaahay soo dejiyey aayado xaaraantinimeynaya anas allaha ka raali noqde wuxuu yidhi markaasuu wuxuu abuu talxa radia allahu canhu igu yidhi anasow kacoo daadi oo qub khamrigan wuxuu yidhi markaasay saxaabadii oo dhammi wada daadiyeen oo qubeen khamradii ilaa ay ku dareertay waddooyinka madiina waxaasoo idil waa qaadasho amarka nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo yeelid iyo adeeciddiisa cabdullaahi bin cumar allaha ka raali noqde wuxuu yidhi wuxuu gashaday nebiga sala allahu calayhi wasalam faraati dahab ah markiisuu iska tuuray waxay raggii oo dhammi iska tuureen iyaguna faraatiyadoodii dahabka oo ka tageen ku dayasho ahaan nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam maalintii khaybar dhawaaqi baa dhawaaqay uu nebigu sala allahu calayhi wasalam soo diray isagoo leh allah iyo rasuulkiisa waxay idinka reebayaan cunista hilbaha dameeraha dadku dhaqdo markii uu sheegay oo soo gaaray warka waxay afka u rogeen digsiyadii lagu karinayay hilibka dameeraha intaasoo idil waa adeecid ay adeecayaan nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo ajiibidiisa markiinuu allah ku soo dejiyey nebigiisa sala allahu calayhi wasalam wa in tubduu maa fii anfusikum ow tukfuuhu yuxaasibukum bihi illah oo haddii aad muujisaan waxa ku jira nafihiina ama aad qarisaan allah wuu idinku xisaabin doonaa oo markaas u dhaafi doonaa kii uu doono oo u cadaabi doonaa kii uu doono oo allah wax waliba waa u karaa waxaa laga qaadanayay aayadda in naloo raacanayo wixii aan kula hadalno nafteenna markaasay asxaabtii allaha ka raali noqday u yimaadeen nebiga sala allahu calayhi wasalam oo iyagoo jilbaha ku jooga yidhaahdeen rasuul allow waxaana la amray wax aynu karno sida salaadda soonka iyo zakada iyo jihaadka haddase waxaa soo degay aayadahan in ilaahay noo raacanayo oo naloo qabanayo wixii ayna fahayno iskula hadlaan markaasuu nebigu sala allahu calayhi wasalam yidhi ma waxaa doonaysaan inaad tidhaahdaan wixii ay yidhaahdeen oo kale ahlu kitaabkii idinka horreeyey
maqalay oo diidmay maya waxaa tiraahdaan waanu maqlaynaa oo yeelaynaa amarkaaga allahayow waanu maqlaynaa oo yeelaynaa amarkaaga allahayow markii ay sidaas ku qowleen buu allah soo dejiyey aayadahan آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وحو آمن سيه رسولك وحلق قسو دجي حق ربك مؤمنونتنا way aaminsan yihiin mid waliba wuxuu aaminsan yahay allah malaa'igtiisa kutubtiisa rusushiisa waxay yidhaahdaan ma ka soocayno rusushiisa mid ka mid ah oo ma takoorayno oo waxayna yidhaahdaan waan maqlaynaa oo waanu yeelaynaa amarkaaga allahayow dembiga yaga dhaaf rabbigayow oo xaggaaga dib loogu soo laabmayaa ma saara allah nafna wax dhaafsiisan karaankeeda waxay leedahay waxay kasabtay sama iyo xumo rabbigayow waxaa noogu qaadin wixii aanu ilowno ama gafno ula kac la'aan rabbigayow oo ha na saarin culays sida aad u saartay kuwii naga horreeyey rabbigayow ha na saarin wax tabar aanaan u lahayn qaadistooda oo nacafi oo noo dembi dhaaf oo noo naxariiso adiga ah gargaaraha iyaga ee guul naga sii qoonka gaalada ah markaasuu allah ka cafiyey wixii ay nafahooda iskula hadlaan marba haddii ayan ku dhawaaqin ama ku dhaqmin sidaas darteed nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi ilaahay wuu ka cafiyey ummaddayda waxa ay naftooda kula hadlaan haddii ayan ku hadlin ama ku howlgelin markiinuu allah kusoo dejiyey nebigiisa sala allahu calayhi wasalam nebiyow u sheeg marwooyinkaaga iyo gabdhahaaga iyo haweenka mu'miniinta inay isku dadaan jilbaabyadooda xijaabyo shukooyin ay ku dadayaan korkooda oo dhan sidaas baa roon oo wanaagsan si loogu aqoonsado inay yihiin dumar gob ah oo xurmad leh oo dhowrsan oo sidaas darteed aan loo dhibin waxay isla markiiba durbadiiba haweenkii muslimka ahaa ka goosteen maryahooda hagoogyo ay ku hagoogtaan timahooda iyo luqumaha iyo laabahooda oo tosheen jilbaabyo xijaab oo jirkooda qarsadeen oo daboosheen waxaana ka mid a waxyaalaha muujinaya maxabada asxaabtii ay u hayeen nebi muxamed sala allahu calayhi wasalam waana dhaqanka iyo aadaabta laga rabo muslim waliba waxay ammaani jireen qofkii waafaqa sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam ee ku dhaqma shareecadiisa oo faafiya diinta dhiirigelin ahaan dhaqangelinta tawxiidka iyo faafinta sunnada nebi muxamed sala allahu calayhi wasalam wuxuu mar anas bin malik radia allahu canhu ku daba tukaday cumar bin cabdulcaziiz allah u naxariiste markii uu ku tukaday gadaashii oo arkay sida uu ugu waafaqay sunnada salaadiisa wuxuu anas bin malik radia allahu canhu yidhi waxaa idinku salaad ekaanshan badan ninkan dhallinyarada ah waayo wuxuu arkay sida uu u waafaqay sunnada oo u raacay
وحانا موجينيا محبضوضة نبي صلى الله عليه وسلم إني أن سيحين جرين قفكي خلاف السنة نبي محمد صلى الله عليه وسلم وينين سنة رسولك صلى الله عليه وسلم ترتيد إيهيغو ديدي إن لا يرصده أو لا يرصده وحو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما كور رمي إنو مغلي رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم أو له هدي أي متكين مرودي سأوي دي ستا إذن إني آدم مسجدك وإنو سنؤدي إذن مسؤول كذا قفك ولي كذا مسؤول كذا مركز وحي ولكي سي بلال يري والله وندي ذينا وحو وريه حديث كيري مركز ابن عمر رضي الله عنهما آدو عاي ولكي سعيدرا أن مغلن إسوا سيداس أوكال وحو عاي وحو نكو يري وحان كله يهي رسولك إلهي با سيداس يري أدوغونا أد مركز ليه ذهي والله وندي ذينا بل إيك سيدو هذا الكو أدكيي وحانا لغا يابا إني ويلكا كأهي الددال وايو وحو أركي سيدا أي ييليان دومركا إيا إني وحكب الدلين نغن كودي هوري إيا آدابتي لغو يقين لكن سي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مجع ليسن إنو مغله قول كهر إيمانا يقول كنبي محمد صلى الله عليه وسلم وحو سيدو كلي عبد الله ابن مغفل رضي الله عنه صوت بي حديث كنبي صلى الله عليه وسلم وحو جرى وحان مغلي رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم أوله إسكجر فرقنك وهي وحو ريذ كرائل وجمين كرائلك من داو عدو مركاس وحو أركي متكم دوي لشيسة وفرقن كمية مركاس كرابي ومسنا أركي إساقو جنية وكرابي مركي أركي إلوسن إسكدين بوحو كيري وحان كوشيغي حديث لقصو وريي نبي صلى الله عليه وسلم أوريبي يفرقنك مركاسات فليسا سكدوان سدو أمري نبي صلى الله عليه وسلم والله يبانن كراها ذلين ولقي يعني إلا آد كتوبت كانت توبت سم سدو كالنين كم إذا أصحابتي نبي صلى الله عليه وسلم وحوقشنا فرقش الدهبة مركاسو نبي صلى الله عليه وسلم كساري قعنتيسة أو توري وحو نيرم وحو متكين أقصد يا دنبل دبه وقلني يا قعنتيسة مركز النبي صلى الله عليه وسلم تجي ننكي وحال لغو يري سوق هذا فراتي قاقو وسكة لغو انتفاع يعني حاس قاقو سي وحكالي مركز ننكي وحو يري والله يبانا سوق هذا فراتي أوتوري النبي صلى الله عليه وسلم والتاسي رضي صحابة امو جنيسة محبضو ذا لن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويجعلانتي سماءها وحون أفكا الذي يرهدو أن قلبي قترين لقن أهانا لو موجين بل وحا موجين يجعلان تيسا وحا موجين يوائنو قفك كفرتوما وحا او فري او كجوغو او كرربتوناوضو وحا او ريبي إساقو محبت لن وهي قلبك وإنو دين تبرتو كو عمل فلا قفك كتابك إلهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كين عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لقلدو دي حجك تمتعة او لو شيغي إن أبو بكر الصديق رضي الله عنه عمر رضي الله عنه يعثمان رضي الله عنه أي قبان إن قد شد حج كلية عن عمره وهل وكفي عنه حج كتمتع عمره إيا حج لو ذا قلته وحو كجري عدي سداس تري وحال لغيابا إن لغحيو اللي دين كرسو دادي عركة وحان إذا لا يهي وحو رسولك إلهي يري إذن كنا وحد ليذهين وحي أبو بكر إيا عمر يرهدين مركا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لويري مركي لويري أبها وادا حجك تمتع أدوغنا وحاد أمرتا ذاتك إني كالدقان حجكو ذا نوع تمتع وحو ابن عمر الله كرال نغويري ما وحا مضن إلا راع رسولك إلهي مسا عمر انتا سو إذل ووينين سنظة وينين إيا كهي بيسي رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم تاسو موجينيسة محبضة إيا جعيل كنبتا إصحابتي أهيين نبي صلى الله عليه وسلم وانا سيدا لقرب قف كستو مسلمة ولا ليال الله كرأها يوحو امتحان وقلقي قف كستو شاكتا محبة إلهي إيا جعلان تيسا قول كيسا جل جلاله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله لهذه آد الله جعشهين إصراع مركاسو الله إذن جعلان دونا أو إذن دافي دونا دنوبتينا أو الله وأدم بداف بدنه نحرس بدن هذا بقى راعدة شريعة
نبي محمد صلى الله عليه وسلم يكو عمل فالكاد وعلامات موجينيسة جعيلك إيا محبض وقفك أهيو الله جل جلاله حتى با قفك جعل إلهي وإنو كو عمل فالو سنة نبي محمد صلى الله عليه وسلم إيه دقن قليه إيه فوليه أوامر تيسة إيه آن دافن حدود ودقي إلهي سبحانه سيدا أوجد بو نبي محمد صلى الله عليه وسلم أجري لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به ما أهم متكين مؤمن دن جير وحا أي نفتي سجع الشهي راعضه أو وافقه وحا أن لئمت وهنون إيا خيره الله نكر أهاي وحو جري وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم كما هبونا او مبنا نقف مؤمن اه اما مؤمنات مركا اي الهي يا رسول كيسا ارين قويان ان يشان تلو قوسي اسكودا او كي عاصي الهي يا رسول كيسا وحو دبتي لمي لمس عدانا سيداس اوجد امرك الهي يا امرك الرسول كوا ان لفوليو او لهرقليو قفنا او ملا اخيار انو خلافو اما كتلبحو هذا بقى مسلم كدبتا وكان وينية سنة نبي محمد صلى الله عليه وسلم أو جعل ذاتك كل دقم سنة نبيك صلى الله عليه وسلم وكان هدي وحلسكو قبت أعلي الله يا رسول كيسة أو أقر لكتا كتابك إلهي إيا سنة نبي كيسة صلى الله عليه وسلم وحو يري الله كرأهاي يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا كور من يوم أضيع الله وأضيع الرسول كيكوة إذن كمده إذن هيا تلضى وهدي أدحسك قبتان أعلي الله يا الرسول هدي أدرمي سنتهين الله إيا ما لنت آخر سيدا أسبا خيرون أعرب وناكسن وحين علماء إسلامك iy imam yadi diinta ahaayeen kuwa iska fogeeya oo ka dhan ah hadalladooda hadii ay khilaafsan yihiin hadalada nabiga sallallahu alayhi wasallam waxayna qabeen in hadii hadalladooda ay khilaafsan yihiin sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam ay waajib tahay in aan la aqbalin oo aan lagu amal falin oo aan la dhuganba walaalayaal iyo walaalooyin وحو النبي محمد صلى الله عليه وسلم نوغدقي إنه نقادنا نبها يهود يكريشتانك نصارى حق أنبيضو ويهود نصارى كريشتانك وحي حتك كل دافين أنبيضو دي حد دافت أي كقبحين دينتي إلهي مركاسي عابدين أنبيضو دي إلهي سكدي أو كدكتين ربيو الله سكدي سداس أوجد بو نبينا صلى الله عليه وسلم إنه وقعب صدي وحي كل عقير كان أمده نقه الرئي مركاسو وحو نقويره لا تضروني كما أدرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله ها إقبض بذنين أما أنت السيدة يا كريشتانكو إقبض بذيين أما أنت عيسى إنا مريم أنه ما أهي وحان أهين أدون إلهي دهيا أدونك إلهي يا رسول كيسا وحو السدو كلا النبي صلى الله عليه وسلم يريه إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو إسكجر حق جرني ماذا إياكو تلحتق عن بنانين أي دينتا وهيو وحارغي أمضيه إذن كهرييي حق جرني مو إياه تلحتق عن بنانين وحونا نوغدقي inaan ka dhiganno qabrigiisa sanam la caabudo iyo ciid oo wuxuu yiri sallallahu alayhi wa sallam laa tattaqidu buyutukum qubura walaa tattaqidu qabri ciida ha ka dhigina guryahiina sidii qubur oo ha ka dhiganina qabrigayga ciid oo igu salliya meeshii aad joogtaanba waayo salligiina waa isoo gaaraya meel aad joogtaanba وحونا ساعده ودن بيي ساعدها نلوشيسة
كقاضي النبي صلى الله عليه وسلم مرض وجهيسا اسقوا وهي سكرات موتك اسقوا له لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. معنى حديث قوام هي لعنتها كد عضو لعنت الهيها كد عضو يهود يا كريستان نصارى وحي كدكتين قبورتي انبيادودي مساجد اي ورهوي هكدغننا قبورتا مساجد ولا ليال يا ولا لوين دتك قاركي وحي شيكتان محبده يا جعلانت النبي صلى الله عليه وسلم مركي ساد افيرست هذا لدوده يا عمل لدوده وحد اركسا اني خلاف سنهين شريعه النبي محمد صلى الله عليه وسلم مسلم كدبتا هنا حرير كأولى اللي هي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحرير دائن أه أو غور ولباء أو جوكتا أه مركو ويسي سريو صلاة ديسة صون كيسة حجك إيا عمر ديسة إيو حبدقن كيسو دن وامد كد إذا نبي محمد صلى الله عليه وسلم حق هنونك وحوند ديسة إيا عبد ديسة إيا جيف كيسة إيا سوتوسد ديسة إيا أنشحي سو دن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وابرت الماميت كيسة وحي وكم مغلا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أسوغن فولية أو كل نغمة وحاس الجردات شاكتا محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم حديثة آد أفير ستحب لقن كوضة إيهنان كان ولا شوضة وحد أركيسة إن إيهين كو كفك سنة حالة هودة أما بدي حالة هودة موقال كودا كما موقضى سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كو أركب ميسد حكم كسنة هدي أي تهي موقال كيدا ظاهر كأه وكوا قرحيرا إيقو الله أمري رقه إني ديستان قرار كودا مريوهو دا للك جيد ميان إيقو رقه لغا حاران تنميي إني قميس يدو دا إي سروي لدو دا إيو هزقنت يدو دا كهوس مران أنقو يدو دا هدي آد إكتو آدابتوده كما موقته سنة أخلاق بدن كما موقته ما أهكو كفرته ما أمرده سنة أو كفوغا وحيالها إيه ريبتي وانا إيه كفوغين سنة كو أركميسيد صلاة الجماعة سجوك تأ جمعوين كأمس أمال ديريان أقون أمال التوحيد كأي عقيدة صحيحة دمر كودي قبله هذا واحد أركسا إنا ينحجابك شرعيك أهي كد ذالين waxaad arkaysaa inay ku dheereen runta cadaaladda garsoorka wanaagsan akhlaaqda san edebta wanaagsan u bari ahaanta waalidka xiriirinta qaraabada wanaajinta dariska qadarinta culimada iyo talabada cilmiga una xariisashada agoomaha iyo garoobka wanaajinta martida ku hadalka hadalka kiisa san ee wanaagsan ee mar walba la doonayo inuu qofka doorto asturada iyo u ceeb qarinta walaalaha muslimka uma dheereeyaan jiclaanta walaalahood muslimka iyo adkeenta midnimadooda ay waxay faafiyaan ceebahooda oo qariyaan wanaagooda balse waxay u dheerayaan bidcooyinka oo jecel yihiin sida inay weynayaan mawliidka habeen ka mid ah habeenada bisha Rabiicul Awwal taas oo aanan daliil lahayn waxayna sheegtaan inay ka tahay jaceyl ay u qabaan Nabi Muxammad sallallahu alayhi wasallam iyo in habeenka uu yahay habeenkii mawliidkii iyo dhalashadii Nabiga sallallahu alayhi wasallam أما هبين أي رهدان وهبين كي دهل منتا إيو معراجك النبي صلى الله عليه وسلم هبين كا موليدك أما معراجك بش رجب أما نسك شعبان واتن حسوسي سن النبي صلى الله عليه وسلم أو كحريرسة أو كحرتة لكن سوا كو خلاف سن شريعة ديسة أو كو يعدس النديسة قيميان أو متح قليان وحيالها الدين تأمرته أو كما جوغان وحيالها أي كريبتو وحن بدينهن أو حن بدينهن وحاكو جرى حقدي إيا حسد قلاف جوكتا وكوان قلبي إيا أور حارنين وحاكو جرى كبر إسلويني إيا سعجبن إيا سكرالي أهانشو فان خيانو قش إيا وان داعدو أهن أوهن جعيل إيا كالقعالو ولا لهو مسلم كا انتا سو إدل ووح قلاف سن هنونك النبي صلى الله عليه وسلم عادتك أجعل نبي صلى الله عليه وسلم أصحابتي سيوان أكسند قارهان خلفاء الراشدين ته وحي أهيان كوة أجعل كبدنا نبي صلى الله عليه وسلم
sidaas ay tahay ma ayan digin mawlid oo uma dabaal degin dhalashada nabiga sallallahu alayhi wasallam uma sameyn xus iyo damashaad oo ma nooleyn habeenkii uu dhashay ama habeenkii la deelmiyey ee kor loo qaaday micraajka ama nuska shacbaan waayo waxay ogaayeen inayan ka mid ahayn hanuunka nabiga sallallahu alayhi wasallam way ogaayeen goortuu dhashay sanadkuu ahaa iyo bisha iyo maalintii uu dhashay sidaas ay tahay uma yeelin wax qiimo iyo miisaana oo cibaado lagu gaar yeelo waxayna soomeen maalinta isniinta waayo nebigu sal alay slam wuxuu u sheegay inay tahay maalintii uu dhashay iyo maalinta uu ku bilowday waxyiga markaasay iyaguna soomeen raadraac ahaan nebiga sala allahu alayi wasalam laakiinse maadaama uusan u jideen nebigooda nooleynta habeen ka mida habeenada bisha mawliidka ama israha iyo micraajka ama nuska shacbaan iyo in la siiyo mudnaan gaar ah oo lagu dadaalo way iska daayeen kama ahayn jahal laakiin waxay ka ahayd raacid ahaan sunnada nebiga sala allahu alay slam iyo ku istaagid xuduudda sharciga waa inay sidaas ahaadaan muslimiinta meel ay joogaanba waayo bidcooyinka si kasta oo ay dadkooda ula wanaagsanaato iyo si kastoo ay u difaacaan bidcoolayda waa wax khilaafsan hanuunka nebiga sala allahu alay wasalam ma bannaana in la rumeeyo ama lagu camal falo ama in la nooleeyo oo lagu dhafro xuska habeenka waayo qofka mu'minka ahi waxaa la amray inuu raaco kitaabka iyo sunnada nebiga sala allahu alayh wasalam mana laga aqbalaya camal san inuu yahay ma ahee mid ilaahay dartii loo falay oo waafaqsan kitaabka ilaahay iyo sunnada nebiga nebi muxamed sala allahu alayhi wasalam waxay asxaabtii nebiga sala allahu alayhi wasalam jeclaayeen nebi muxamed sala allahu alayh wasalam jacayl dhan oo dhaba maxabad gashay qaluubtooda oo ka muuqatay xubnaha jirkooda allaha ka raalli noqde waxaa laga soo wariyey caaisha radi allahu canha in nin ka mid a asxaabtii nebiga sala allahu alayh wasalam u yimid nebiga sala allahu alayh wasalam oo ku yidhi rasuul allow waxaad wallee tahay qofka aan u jeclahay uunanka markii aan ku soo xasuustaba anigoo jooga gurigayga naftayda kuma suubanaato waxaan ahayn inaan ku arko oo kula kulmo hase ahaatee markii aan xusuusto inaan dhimanayo oo adiguna aad dhimanayso oo meeqaankaagu jannada yahay halka ugu sarraysa xaggee kugu arkayaa oo aan kaaga bogan araggaaga taasibaa walwal iyo walbihaar ii gelisa markaasuu nebigu sal alay slam aamusay ilaa ilaahay soo dejiyey aayadahan waman yutic illaha waalrasuula fa ulaa'ika maca aladiina ancama allahu calayhim min annabiyiina waalsidiiqiina waalshuhadaa'i waalsaalixiina wa xasuna ulaa'ika rafiiqa oo kii adeeca allah iyo rasuulka kuwaasi waxay ahaan la jirka iyo rafiiqa kuwa uu u nicmeeyey ilaahay oo ah nebiyada sidiiqiinta shuhadada saalixiinta oo waa wanaag kuwaas oo lala noqdaa rafiiq rabiica alaslami radi allahu canhu wuxuu yidhi waxaan u dhoweeyey nebiga sal allahu alay slam biyo uu ku weyseysto rabiicana wuxuu ahaa khaadimka rasuulka sala allahu alay wasalam markaasuu nebigu sal allahu alay wasalam wuxuu yidhi waxaa doonta i weydiiso rabiicow rabiica wuxuu yidhi waxaan ku weydiisanayaa rasuul allow inaan kugula rafiiq ahaado jannada nebigu sal allahu alay wasalam wuxuu yidhi wax kalena rabiica wuxuu yidhi waa untaas keliya waxaan ku weydiisanayaa inaan kugula rafiiq ahaado jannada nebigu sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi rabiicow haddaba igu caawi inaad naftaada kula dadaasho sujuud badan tukashada salaadaha faralka aad joogta jamaaca ahaan masjidka iyo kuwa sunnada ah aad ku tukata gurigaaga si joogto ah markiina uu nebigu sala allahu alayhi wasalam qaybiyey qaniimooyinkii xuneyn oo siiyey xoolo badan qolooyinkii loo soo dumayay qalbiyadooda islaamka uusanna waxna ka siin ansaartii way ka yari caroodeen markaasuu nebigu sala allahu alayh wasalam u yeeray iyagoo qura oo ku yidhi ansaaray ma waanan idin helin idinkoo waxba usan oo allah anigu idinku kay hanuunin oo idin helin idinkoo sabool ah oo allah idinku kay hudmin oo idin helin idinkoo kala jabsan oo allah idinku kay kula kulmin
مركي وحي رهدبا مركي وحي رهدبا وحي لهاين الله إيا رسولك سبا أباله مركاسو النبي صلى الله عليه وسلم وحو يري هدي أدونتان وحاد أورنكرتين وحاد نوتمد أدقو لغو سو إريي مركاسان كهوين لي أو لغو بينيي مركاسان كرميني أو فقيرة مركاسان مال كيغا كولو وذاقني وحان سيدين شيغا يا أنصاري هدي أيسان هجر جرتين وحان أنيقو أهان لها مد كم إذا أنصارتا هدي أي ذاتكو مران توق إيا ورق وحان ماري لها توقق أنصارتا إيا ورق يضوضا أنصارتا وهوز قنتي إيا هل كدتكو يهين قو أساري أنصاري سوكو مرا لإهدين إن أي ذاتكو لاللابتان أري إيا قيل إذن كون آدو لاللابتان نبيغا صلاة وحان كنولان أكتين أو كل من أكتين وحو يري وريه حديثك مركز again too much of it wuxuu jiray wariyihii xadiiska markaasoo gararka la qoyay ansaartii ilmadii ka qubatay iyagoo leh allah iyo rasuulkiisa ba aballe waxana kamid ahayd maxabadooda nabiga sallallahu alayhi wasallam in markii la xusaba magaca nabiga sallallahu alayhi wasallam ay ku saliyaan allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad wa sallam oo indhahooda ilma qubto jaceel iyo hilow ay u qabaan darteed مر أبو بكر با كخد بي منبر كالنبي صلى الله عليه وسلم مسجد كالمدينة سند كذب لمشهدي النبي صلى الله عليه وسلم وحوير أبو بكر إساقو خد بيني دادو وحان مقلي رسولك إلهي أو تاغن ماشن عن حد تاغنهي سند كهر مركاسو أبو بكر أوي أو هدنا إسلاقو راهدي كعلي أو هدنا أوي او مسنا مرسد دحاد اوي مركاسو وحو يري وحان مقلي النبي صلى الله عليه وسلم اوله قفنا لمسين توحيدك ايا وكليه لد الهي عبادتك كذب وحكوناك سن عافي ما تخبك اني كو عيمة ادونك ايا اخيرا ذا مركينا اي ابو بكر اتمتي الله وحو كيري ويلشي سي مان دوينو هدي ان ما انت دنتو ددجية جناسة ديدا ويا مال انت ان أق أهان نبي محمد صلى الله عليه وسلم ومالنتا وقو خير بدن مال مهيغة وأنو قوش على هاي مركين عمر الله كرالي نقضي الله الدوحي وحو اياري ويلكيسي عبد الله أو كويري عبد الله يو وحا يقوين أو هميغي يقويا هاي وإن ليقو الدوغ أو درس لا أهادو نبي محمد صلى الله عليه وسلم يا صاحب كيس أرنتاسنا وحا إسكاله أو قلان شهيدة هويدا مؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها إيه قارسي سلام أو كده وحو عمر كائدا سنيا اللو آسو رسولك إلهي أكتيس إيا صاحب كيس وحو عبد الله يري مركاسا رؤمد إيادا أوينيسا ومرقود عمر درتي مركاسو وحو كجري عمر باكسو سلامي وحونا كائد سنيا إن لغواص الرسولك إلهي أكتيس إيا صاحب كيس عائشة رضي الله عنها وحيتري والله بان نفتي ذا وقدر بذن أحد كلا السقاقير كأه والشاق إنان أؤذمي وحو يري مركي وعبد الله والله أبتئى به ويري هدين واكن عبد الله صوصع له وحو يري إفريسي قداش هذا عبد الله يو وحو يري وحوالقوي علي سيدة الجعشة هاي ويكو إذن تعائشة إن لغراء أعصر رسولك صاحب كيس وهو عمر يري وإنتا سو هدي أي حد إنتا آنو لها أقراتي هدي آن لنتو وإذا قلت كتان بل إلا أقمر جناسة إذا قري قيدة ومر لباد إيقا إذن قادة وحو يري مركي أي كنت كذين صلاة جناسو ولما رين جناسة إذا أكتا إذا وحي عائشة الله كرا قد يتري إيقا مسهورو بيسو إنان أقدر بذي نفتا إذا إساقو نول وأن أدي إذا إساقو مي حقيقة إن مسلم كجعل نبي صلى الله عليه وسلم أوينيه سنة ديسة أو برت الدين تأكو عمل فره أو أهو قانسمه
oo maqlo oo adeeco nabiga sallallahu calayhi wasallam waxaana ilaahay mahadi ah inaan soomaaliya idin soo saarnay kutub badan oo aad ka barataan sunnada nabiga sallallahu calayhi wasallam iyagoo carabi iyo soomaali ah sida saxiix al-bukhaari riyaadu saalixiin buluuq al-maraam cumdat al-axkaam raxiiq al-makhtuum qisas al-ambiyaa iyo wax lamid ah iyo cajaladaba maqal iyo muuqaal leh waxaynu walaalo kale iyaguna ku bixiyaan dadaal sharaxa kutub kala duwan iyo duruus iyo muxaadarooyin diini ah oo wacan marka soomaaliya xujo iyo cudurdaar ma haysataan hadda khayrka waa hortiina ee ha kala bakhaylina naftiina ee akhrista oo barta diinta oo ugu dhaqma ilaahay darti idinku aan ku doonayn adduun balse ku doonaya aakhiro keliya aad ogtihiin walaalayaal sida ay maanta yuhuudda iyo xulafadooda maraykanka iyo reer yurub ee caabuda saliibka macatabka iyo krooska ay u wadaan olole lagu duraya diinta iyo qur-aanka iyo gaar ahaan rasuulkeenna kariimka ah maxamed sala allahu calayh wasalam waxaad og tihiin sawiradii lagu xumeynayay nebiga sal lay slam ee denmark iyo dowlado kaleba gubitaanka musxafka qur-aanka iyo diidadda dhismaha masaajidda iyo dacaayadahooda joogtada ah ee lagula dagaalayo diinta islaamka marka waxaa jira dagaal weyn ee lagula jira islaamka iyo muslimiinta ee muslimiinta hurdada ka kaca soomaaliya toosa toosoo isku tiirsada oo hadba keenna taag daran taageera oo iskaga taga magacyadan kala duwan aad ku kala qaybsan tihiin iyo gobolaysiga iyo qabyaaladda oo danihiina raacda oo tashada oo diintiina iyo dalkiina la doonaya in loo gacan geliyo gaala madowga diida oo si xikmad leh iyo isku duubnaan uga hortaga oo taladiina gacanta u geliya culimmada waxgaradka odayaasha iyo cuqaasha soomaaliyeed oo wada qaata kitaabka ilaahay iyo sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam oo muujiya maxabbad aad u haysaan ilaahay iyo rasuulkiisa iyo kitaabkiisa iyo maxabbad dhexdiinna ah oo diidadaba dhirif oo dhan iyo mid kastoo u adeegaya danaha cadowgeenna iyo gaalo caddaan iyo madowba waa inaan innagu tashanno oo ilaashanno nabaddeenna oo qoryaheenna iyo hubkeenna aan u jeedinno oo keliya xagga cadowgeenna haddii ayna soo daadna sadaaman ugu duulaan oo ka ilaalinno walaalaheen muslimka ah baari ama caasi kay ahaadaanba waa inaynu tashanno ka weynaanno qabyaalad gobolaysi oo u adeegnaa khidmadeenna diinteenna نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من العاملين بشريعته المتمسكين بهذا ثابتين ويجعلنا ممن يرد على حوضه يوم القيامة إنه على كل شيء قدير اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين